السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام، تحية لكم فيما كنتو. اليوم ان شاء الله نمشيو لسوق الاربعاء سوريان اللي كاين بمكناس باش نجيب لكم اثمنة ديال الحوبية. هاد المرة نسقسو شوية على السردين وشوفو تما السردين فين واصل، ونسولكم حتى شوية على الضرايب هاكا الناس اللي كتبغي دير الضروبة باش ديو فكرة وباش ديو معلومة على السوق كي داير وتعرفو شنو كاين. المهم فتحنا بهاد الحولي هذا السردي، ولكن خويا السردين طلع شوية سداسي تيقول فيه قال لك عطاوه 90، هادشي اللي قال والله اعلم. هذا شحال اخويا الخير هذا؟ 75 راه عطينا 70 هذا خويا تبارك الله. بغينا نجيب لكم الثمن ديال جوج حوالا صراحه اللي عجبوني زوينين، ولكن اخوتي راه دابا المول السلعه تبقى تتبيع وتشرى كيتخلص ليا في جيالي مليا ما كاين الدراري ما عارفين. سولت اللي سولت يقول لك ماشي لي ماشي انا. المهم غالبا يكون يقول لك عطاو 80 82 هذا هو الثمن يقول لك عطاو. غالبا شحال اخويا هذا الخير هذا؟ احمد هذاك احمد ماشي كامل سيتو احمد. السلعة عطاو فيها 48 هاك. شحال اخويا هاد الخير هذا؟ 64 عطينا هذا عطينا 64 في هاد الخير هذا. هذا 84 هذا 84 هذا حتى هو عنده تسليع عادي زوينه الصراحه. تندو ندوس ليها زوينه واخا راه ما كاينه شويه ديال البطانه، والمهم سلعه ما بهاش. خويا سولناه قال لك السيدي مازال ما عطاه والو، غالبا غالبا تلقى تيطلب شي فوق 80 هادشي اللي كنت يطلب غالبا. المهم واحد النصيحه لكم اخوتي العزاز الله يسهل عليكم، راه ما تيقوش راه ماشي كلشي كيكذب وماشي كلشي صريح فهمتي. ما تيقوش عينكم ميزانكم، راه كاين بنادم اللي تيقول لك عطاوني وما راه ما عطاه والو راه تيكذب. المهم انتم عينكم ميزانكم وضربوا على راسكم ما تحشموش، واللي يحشم راه تيجيبها في راسو. شاطر على راسك سبعين هذا عاطين 70 هنايا. المهم اخوتي هذا صورنا لكم اليوم غالبا السردين. المهم غنمشيو دابا للجهه ديال الطروبات بالنسبه للناس اللي كتبغي تعيد بالطروبه. نجيب لكم تاتوما الاثمنه، نجيب لكم الثمن، نشوفوا شي حاجه اللي زوينه هكا راه السوق نجيب لك الثمن ديالها. الناس اللي كتبغي تعيد بالطروبه تبعوا معنا الفيديو تاع الاخر، فيديو زوين وغيعجبكم بزاف وتستافدوا منه بزاف. لا
انا نجيب واحد الدري خويا ونجيب له قلت له لا لا ما انا غنجي فيقس المهم اخوتي باش تدوا معلومه مزيان. المهم الضرايب تنسول راه ما بين 7000 درهم 8000 درهم، هذا هو الثمن اللي كاين في السوق اليوم، باش تدوا معلومه وتكونوا عارفين شنو كاين. امشي لكل شيء واحد. المهم اخوتي كنتمنى نكون فتكم شي حاجه وكنتمنى تكون استفدتوا معايا هذا الفيديو هذا درته غير باش الناس اللي مشات للسوق ما تمشيش تمشيش هكا ما عارفه والو، بالعكس تمشي بلا ما عارف شنو كاين، عارف السوق شنو فيه، عارف السلعه كي دايره والثمن فين واصل. وراني حاولت نصور لكم كاع ديك السلعه اللي راه السوق هكا اللي جبتها لكم باش تشوفوا باش تعرفوا الاثمنه ديالها. ونصيحه ما تنساوش اللي مشى يضرب على راسو خوتي، تشطر على راسو، ضرب على راسو خويا ما تشموش اخويا، ضرب على راسو وما تيقو حتى بشي حد اللي قال لك عطاني ولا ما عطاوني. راه يا صراحه ماشي كلشي تيكذب، راه كاين اللي صريح ولكن الاغلبيه خوتي راه تيكذب عليكم تيقول لكم راه عطاو راه ما عطاو والو. المهم تمشي ضرب على راسك، ضرب على راسك، وكنعاود نقولها ضرب على راسك وتشاطر على راسك باش تجيب وقلب حولي مزيان. راه العين اخويا هذا راه خص الحولي تكون في العين ما تكون فيها لا ضربه لا والو، ما يكونش يكون عنده الكرون بجوج، يكون ناضي، قلبوه مزيان، قلبوا له العنق من الولاسس، قلبوه من التحت ديريكت ما فيه شي حبوبه ولا فيه شي كركوبه، قلبوا النبوله ديالك ما منفوخه. المهم واللي وصل حتى لهنايا تحيه ليه، واللي وصل حتى لهنا وتفرج على فيديو وعجبوا له فيديو خلينا واحد الاشتراك وفعل الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا، فاش بما كان شي حاجه توصلوا راه كنحطوا فيديوهات زوينين، فيديوهات نقيه، فيديوهات مفيده، والناس استفدت معنا، وكاين الناس اللي ما تعرفش اللي ما كتعرفش تعلمات معنا. ونخشموها بواحد الفطور، فطور عادي اخوتي، انا ما نقدرش نفطر بالكفته على الصباح، كندير فطور عادي اخوتي، كويس ديال اتاي وحريشه. وتحيه لكم فيما كنتو، نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء، تحيه لكم وشكرا بزاف. والله يحفظكم، كان معكم خوكم سيمو الجزار، تحيه لكم، الله يعاونكم.